نحكيو شويه نرجع بيك لتونس 2018. تعاملت مع عائشة عطية كممثلة في كليب صحيح. وجع القلب، والكليب كان نجح برشا معناها في العالم العربي وخاصة في تونس تشاف بالكدا. حبيت نسألك، العلاقة كانت مهنية ووفات ولا اليوم ما زلتوا أصدقاء وعلى تواصل؟ والله عائشة صديقتي من زمان ونحن دائما نتواصل واللي صار أن الأغنية نزلت أصلا وعملت نجاح في لبنان فظيع قبل ما أطورها. يعني عملت نجاح الأغنية وكانت بطريقة الليريك فيديو، فكنا عم نتواصل قلت لها ليش هون نصور الاغنيه، ولو رحبت بالفكره وصورناها ببيروت، وما زلنا دائما على تواصل انا وعائشه. بالعكس انا بالنسبه لي كانت اضافه حلوه وانبسطت انه كمان كيف شافت في تونس. نوجه لها تحيه عائشه. خليني نذكر اللي عائشه عندها تجارب اليوم في الغناء، ما نعرفش ساعه مطلع عليهم انت ولا عائشه بسلامته لسه صغيره الحاجات طبعاً اللي قاعده تخدم فيهم طبعاً. الو الو ما نعرفش قاعد تسمع فيا؟ صح انا سامع طبعا، سامع وعندها صوت قريب من القلب وهيك صوت صوتها حلو. حبيت نعرف وارد كونه نشوفكم الاثنين في عمل واحد، ام عايشه معك تغني مش تمثل في الكليب؟ والله هلا انت هيك ضويت لي فكره حلوه، والله ليش لا؟ ايوه نخلص لا ممكن نعمل عمل مشترك لبناني تونسي يكون عم نغني عن فيديو مش غلط. ان شاء الله يا رب.